يعني اي تقرير تقدمه بالاصقار بالاصقار داخل مجلس الامن الدولي راح يعني يتم تهديد البعثه الامم المتحده داخل العراق. كثير من الملفات اللي طرحتها بالاصقار داخل مجلس الامن الدولي لاقت تهديدات من قبل الجماعات المسلحه. بنفس الوقت اليوم الجماعات المسلحه خطر على الشعب العراقي نفسه، يعني 80% من الشعب العراقي اليوم ما يثق بالمنظومه السياسيه، والدليل هي الانتخابات الاخيره. يعني طيب. نسبه المشاركه ما تعدت، اخر نسبه مشاركه بالانتخابات ما تعدت 20%. فاليوم الشعب العراقي يعني يتامل بالامم المتحده، يتامل ببعثه الامم المتحده ان تنقل منظومته الى مجلس الامن الدولي. هذه اليوم كثير من الملفات اللي يحتاجها الشعب العراقي، بالعكس اليوم نشوف خطر على الشعب العراقي عند مغادره بلاسخارت. او طبعا مع العلم اكو من الشعب العراقي اليوم احباط من قبل كثير من الامور او التقارير اللي قاعد تنقلها يعني ينامي طيب. الى مجلس الامن، بس بنفس الوقت نحتاج وجودهم داخل العراق. يعني طلع الشعب العراقي تظاهرات قتلوا 700 واحد، اليوم اذا ما موجوده ينامي اكيد اليوم راح تاثر ولا طيب. راح توصل الى رساله الى المجتمع الدولي، رساله رسميه تنقلها بلاصقات الى المجتمع الدولي طيب. فوجودهم اليوم وجود ينامي داخل العراق هو يهدد حتى قضيه الميليشيات والاحزاب اللي تمتلك الميليشيات. نعم.